عليكم خويا، تسمع؟ انا اسمي خالد. خالد، معك برنامج سبق الميم تسلك من قناة شنقة سيفي الفضائية. خويا، نسولك عن سؤال ونختارك بعد تجاوبنا. تفضلوا. قالوا لك عن قرارات موريتانيا انسحاب من منظمة أوبك، فهل سيؤثر هذا القرار على الانتاج العالمي من الغاز؟ فهل سيؤثر هذا القرار على الانتاج العالمي من الغاز؟ عيدي لي السؤال من البداية. قالوا لك عن انه قرارات موريتانيا انسحاب من منظمة أوبك، فهل سيؤثر هذا القرار على الانتاج العالمي من الغاز؟ اصل حق بلي لا هو قاعد يعود هو السبب فعلا في انتاج الغاز اصلا. ولماذا؟ لان هي اللي حكما لا هي اللي داعمه عليه. وهي شنو؟ ها؟ هي منظمة كي منظمات كاملة اللي تساند ومنظمات الخيرية وتولي. قلت لها لا تأثر عليها. تأثر عليها بقى. والله. وسبب تقول انه لا يأثر على الغاز شنو عاد؟ بيلي ما تتجابر انت قصد دعم ما تتجابر دعمته. دعم ايش؟ الدعم المادي اللي اياك يحصل الغاز. حول انا نقول الدعم المادي حول على انها هي اللي تدعمها ماديا يعني من استخراج هذا النفط اللي له، وهي اللي تعاونها بياس المواد، وهي اللي تعطيها دفع، وهي اللي ما تجبر المواد اللي تستخرج بهم، ولا ما تجبر دعم مثلا له يعدل قد استخرج ما ولا يستخرج. نحن الدوله رانك احنا دوله ما لنا في ذاك التطور كامل. هي شن هي منظمة خيرية. أوكي. قرارات موريتانيا انسحاب من منظمة أوبك، فهل سيؤثر هذا القرار على الانتاج العالمي من الغاز؟ نعم. ولماذا؟ لأن شركة أوبك لديها كثيرا من البرامج ولديها كثيرا من الاقتصاد ولديها المساعدات الكثيرة لشعبها الموريتاني. قالوا لك عن ان قررت موريتانيا انسحاب من منظمة شي أوبك، فهل سيؤثر هذا القرار على انتاج العالمي من الغاز؟ ما نعرف. السلام عليكم خويا، تسمع؟ اسمي حمود علي الشيخ. حمود، معك برنامج سبق الميم تسلك من قناة شنقة سيفي الفضائية. خويا، نسولك عن سؤال ونختارك تجاوبني عليه. والله. قالوا لك عن انه قرارات موريتانيا انسحاب من منظمة أوبك، فهل سيؤثر هذا القرار على الانتاج العالمي من الغاز؟ اللي قاعد شو؟ قالوا لك عن قرارات موريتانيا انسحاب من منظمة أوبك، فهل سيؤثر هذا القرار على الانتاج العالمي من الغاز؟ ما هو بالضرورة. ولماذا؟ أولا موريتانيا مكين اكتشفت الحقل الغاز اللي عنده في البحر معناها وماذا تعاد عنده انتاج في أوبك، معناها ما بالضرورة يعاد عنده أي ضرر على أوبك اللي انسحبت عنه موريتانيا واللي بقت ماذا عاد عنده أي انتاج على أوبك. لا، لن يؤثر على الانتاج العالمي. ولماذا؟ الانتاج العالمي كان قبل وجود النفط في موريتانيا ناجحا، لن يؤثر هذا على الانتاج العالمي خالص ما دام كان ناجحا قبل وجود موريتانيا او اطلاعها على الغاز. طبعا انتهى سؤالك، انتهى جوابي لسؤالك هذا. وهذا جوابك نهائي؟ طبعا اكيد. خويا تسمع؟ معك بشير. بشر، معك برنامج قالوا سبق الميم تسلك من قناة شنقة سيفي الفضائية. نسأل أخويا عن سؤال ونختارك تجاوبنا عليه. والله. قالوا لك أنه قررت موريتانيا انسحاب من منظمة أوبك، فهل سيؤثر هذا القرار على الانتاج العالمي للغاز؟ والله ربي عنه إثري. والله ربي عنه إثري. وسبب تقول هالصعب؟ ما نعرف، انا ما عندي خبر كبير عن السؤال.